صحيحه، لانه ادم ما له بالحق يمد ايده علي. يعني انت ضربتيني فشيتي خليك، اوكي كنت معصبه وبكينا وهيك فشينا خلقنا تصافينا، بس ما بعرف هلا شو رجع صار لك. ما انت منك طبيعيه يا اختي، شو بدك عم تعلقيني مع جيراز هلا؟ انا ما بعرف بحياتي مش شايفتها لهالبنت، بحياتي حياتي مش شايفتها، وحياه الله والله العظيم مش شايفتها. انت عم تدفشوها شو بكي يا اختي؟ شو بكي عم تعلق العالم كلها ببعضها؟ خلص تركيني بحالي، بوس ايدك تركيني، خلص تركيني. شو بدك شو بدك شو بدك الانستا؟ اختي خدي الانستا، تعي خدي هلا بعطيك الباسورد. خلص انت امبارح ضربتوني، انا بس لفرجيك انه انا كثير قويه وما فيك تاخذي مني شيء بالقوه، بس برضاي اطلبي اطلبي عيوني بعطيك اياهم. بس جاي عم بتقولي ضفيري قصار ومش قصار، اذا ايدك مقطوشه فيك 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 تهبشي. أمان خلص كنت عندك بالبيت وقلت لك أنا ما حجيب سيرتك بالعاتل، يعني أنا خلص قلت لك أنا حشيلك من الموضوع، بس آدم ما رح سامحه لأنه آدم ما له بالحق يمد إيده علي. يعني أنت ضربتيني فشيتي خليك، أوكي كنت معصبة وبكينا وهيك فشينا خلقنا تصافينا، بس ما بعرف هلا شو رجع صار لك. ما أنت منك طبيعية يا أختي، شو بدك عم تعلقيني مع جيراز هلا؟ أنا ما بعرف بحياتي مش شايفتها لهالبنت، بحياتي حياتي مش شايفتها، وحياة الله والله العظيم مش شايفتها. انت عم تدفشوها شو بكي يا اختي؟ شو بكي عم تعلق العالم كلها ببعضها؟ خلص تركيني بحالي، بوس ايدك تركيني، خلص تركيني. شو بدك شو بدك شو بدك الانستا؟ اختي خدي الانستا، تعي خدي هلا بعطيك الباسورد. خلص انت امبارح ضربتوني، انا بس لفرجيك انه انا كثير قويه وما فيك تاخذي مني شيء بالقوه، بس برضاي اطلبي اطلبي عيوني بعطيك اياهم. بس جاي عم بتقولي ضفيري قصار ومش قصار، اذا ايدك مقطوشه فيك 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 تهبشي. شو ما هيدا ولا بدي احضر لانه اللي فيني بكفيني. الله يغضب عليك، الله يخدي حقي منك، ما حقلك اكثر من هيك. ما بكفي اللي عملتي فيني، هلا انا حردق اللي خبرني بدك تعلقيني مع فنانة شيراز بحياتي مش شايفتها ولا بعرفها. لك انت شو؟ لك انت شو؟ انت شو؟ انت بني ادمة ولا وحشة؟ انت شو؟ خلص تركيني كرمال الله تركيني. شو بدك شو بدك بدك الانستا؟ خلص خذيه بس تركيني، ما بقى تعملي شيء. من وين جبتي لي هالخبرية هاي اللي بتغني شيراز؟ انا بحياتي مش شايفتها. للعمى شو انت جبتها؟ شو انت؟ لان جد معنا العالم يقولوا لي شو بدك فيها؟ بحياتك ما بقى تحكي عنها، وانا ما بدي احكي عنك. انت صرت بتحكي بعدين انا جبت سيرتك، بكفي. هلا بتقولي انا مجنونه؟ امان خلص بليز. بليز نيشان، حدا يوصل لنيشان يحكيني على الانستا او رقم الجديد، ما بعرف. خلي حدا يحكيني على الانستا، اعطي رقم جديد، انا جبت رقم جديد وتليفون جديد. او حدا اذا بده يتواصل معي كرمال، اذا بده يطلع على التي في او شيء. بس برجع بقلكم انا كنت رح اسكت عن حقي، بس كل العالم عم بيقولوا لي بالنهايه نحن منا بالغابه عايشين. يعني إذا عمل هيك مع غيري ما يعمل هيك مع حدا. شو بتركن يا؟ خلي كل اللي بدهم يحكوني هيك إنه ثلاث شباب الصبر إنه ربطوني. جسمي كله عم يجعني وعم برجف، ما عم بقدر اي كل شي. هلا رح وكل محامي واطلع اشتكي على هيدا الشخص، وهاتك المرة ما لي فيها الله يسامحها. شو بدي اقول؟ انا حبيت اطلع لكم بس انه مش انا اللي نزلت هيدا الشيء.
كنت مخطوفة امبارح بالليل، حكيت انا عند رفيقتي واليوم وعيت لا ترد. افتح على انستا تليفوني منه معي، نشرك مكسورة، ما حدا وقف حدك، كنت انا اشيلك احطك وعملك نظف الكاكا من وراك من ورا. شو كنت اقول انه هيدا الشخص الوحيد اللي طلع معي وفي يعني انت وعم تضربني بصراحة، يعني ما بعرف، يعني استغربت انه يعني تبنى لهيك قد ما عم تضربني عامل لك اقتلني، يعني اقتلني احسن ما اشوف انك انه انت عم تمد ايدك علي. يعني كانت صدمة، يعني انت شو بدك بهالشغلة؟ لو بدك تظبط الوضع في شي بيني وبين هالمخلوقة مشكل بتصلحنا مع بعضنا، بتجي بتضربني؟ يعني شو ضرب بدي لكم؟ يعني الحبوس ما بيعملوا هيك، انه تلات شباب الصبر انه ربطوني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.